سؤال كمان بيقول ازاي اتغير واللي حواليا مش هيتناسب معاهم تغييري وما ينفعش ابعد عنهم، هل احاول اغيرهم هم كمان ولا اهتم بتغيير نفسي بس؟ الاهم انك تحاول تغير نفسك، وممكن هم يقلدوك لما تتغير كويس، لكن مش عشان خاطرهم تعطل نفسك في التغيير. حاسب من الحكاية دي، الأهم إنك أنت تغير في نفسك بنعمة ربنا بالتوبة اللي احنا تكلمنا عنها، أما دور الناس اللي حواليك يا يتأثروا بيك يا ما يعطلوكش. وبعدين لو لقيت بعض أصحابك هيسيبوك لأنك بقيت بتاع الكنيسة ومتدين أكتر، هم الخسرانين مش أنت الخسران، أنت شبعان بربنا وبأصحاب حلوين، يمكن تدور الأيام ويرجعوا يقولوا لك تقبلنا كصديق تاني زي زمان. لكن انت ما تتنزلش عن حقك الروحي ونموك عشان ترضيهم وتفضل معاهم. والانسان القوي يتغير وياخد ناس في رجليه، يعني ناس كتيرة تتغير بسببه، زي التعبير اللي تقوله عروس النشيد اجذبني وراءك فنجري، يعني تقول له يا رب انا لو حبيتك اكتر من كده اوعدك اجيب لك العشرة اصحابي دول كلهم اخليهم كلهم خدام عندك، بس انت شدني اكتر من كده، طلعني من الحفرة اللي انا فيها دي، وانا مش هاجي لوحدي، ده انا هاجي واجيب لك الفرقة كلها. تبقى فرحان بدي. فاللي يقرب من ربنا بيجيب ناس تاني معاه لما يحب ربنا فعلا.